القصة الأولى بتحصل بالليل، وفي أحد الطرق مسافر ستيوارت مع جاك اللي لسه عارفه جديد لمنطقة بعيدة عن وسط أمريكا عشان يسترخوا شوية، وعمالين بيغنوا لحد ما شريط الموسيقى عطل. وعشان جاك يسلي صديقه ستيوارت قرر يوريه حاجة مرعبة بجد، وهي ان طلع جاك وحش وبياكل لحوم البشر وكل صديقه الجديد ستيوارت. ودي كانت القصة الاولى السريعة. اما القصة التانية هي عبارة عن ست اسمها هيلين، هي مدرسة وزهقت من حياتها الروتينية وهتسافر لبعيد لمنطقة جديدة، ووصلت لكازينو عشان تسأل صاحبه عن اقرب قرية هنا، وبيكون فيه طفل اسمه انتوني مركز عليها واعجب بيها جدا. ولما خرجت هيلين من الكازينو وركبت عربيتها عشان تمشي تلاقي انها خبطت حد بالغلط، ولما تروح تتأكد تلاقي ان الطفل انتوني هو سليم بس عجلته لأ، ويقترح عليها توصله لحد بيته ووافقت. ووصلوا للبيت وتستغرب هيلين انه في مكان بعيد جدا وفيه عربيات كتير موجودة، فيقول لها انتوني عشان هما بيجيلهم ضيوف كتير، ودخلها البيت تقابل عمه واخته ويرحبوا بيها، وكمان الاب والام يقولوا لها مش مهم الحادثة والعجلة، المهم ان انتوني بخير. ويعرض عليها انتوني تقعد معاهم شوية، والعيلة اكدت على رأيه واقنعوا هيلين تقعد معاهم لحد الغدا. وراح انتوني يوري هيلين البيت ووراها غرفة اخته التانية، وهي مش هتعرف تشوفها لانها مريضة وما بتتحركش من على الكرسي ودايما بتتفرج على التلفزيون. بس انتوني وراه سر مظلم، هو ما خلاش هيلين تشوف اخته لانها اصلا مشلولة وحتى فمها مش موجود اصلا عشان تصرخ او تكلم حد، وشكل العيلة دي كلها وراها سر مظلم. والعم هيعمل لهيلين شوية سحر عشان يرحبوا بيها، والمفروض ان اي طاقية ساحر بتطلع ارنب صغير ابيض، ولكن طلع ارنب كبير وغريب وكلهم خايفين ما عدا انتوني، الا لما امر الارنب انه يختفي اختفى فعلا. وخافت هيلين وشايفة انها لازم تمشي دلوقتي، بس يترجاها انتوني انها تقعد معهم للابد. وفجأة يلاقي في شنطتها رسالة من عيلته انها تنقذهم منه، لانه وحش اتضايق جدا وهدد كل عيلته وخافوا، وقالوا ان اخته هي اللي كتبت الرسالة دي. والقصة ان انتوني عنده قدرة خاصة انه ما بيكبرش في السن ودايما هو في جسم الطفل، وكمان اي حاجة بيتمناها بتتحقق، وكل الناس دي مش عيلته الحقيقية، وعيلته الحقيقية ماتت من زمان وهو اكبر الناس دول يعيشوا معاه، وما بيسمحش ليهم يهربوا والا هيخلص عليهم، وهو محتاج عيلة يقعد معاها وعشان كده حبسهم هنا. فاخته بقى التانية في البيت هي مش اخته، هي بنت حبها وحاول يحبسها هنا زي الباقيين، بس هي رفضت، وكل يوم كانت بتصرخ وتطلب المساعدة لحد ما هو تمنى انه ما يبقاش عندها فم، وده اللي حصل فعلا. وهو حب هيلين كمان وهيحبسها هنا هي كمان، وقرر يحكم على اخته الوهمية انها تتحبس في عالم الكرتون والوحوش تقعد تطارد فيها لحد ما تموت. وده حصل، اتجننت هيلين ومش مصدقة نفسها، وكل مكان تروح وتحاول تخرج منه من البيت تفشل، وانتوني مش هيسمح لها تهرب زي باقي عيلته الوهمية، واتضايق وقرر يخوفهم بوحش كرتوني جديد وهيخرج من التلفزيون. ومن هنا بحكم ان هيلين مدرسة وعارفة دماغ انتوني بتفكر ازاي، وهي كمان عارفة انه وحيد وعايز يعيش مع ناس بيحبهم وبيحبوه، فطلبت من انتوني بكل صدق انه يحرر كل الناس من سجونهم، وعددهم كبير جدا بسبب عربياتهم اللي برا البيت، وفي المقابل هي هتاخده معاها للمدينة وهتهتم بيه وهتبقى هي عيلته. وصدقها وحرر كل الناس وراح معاها للعربية، وخرجوا من المكان وحست هيلين انها مع انتوني حياتها تتغير، وكفاية انها حررت ناس كتير جدا. ودي كانت القصة التانية. اما القصة التالتة هي الطيارة، والجو فيها عواصف والرؤية ضبابية والرحلة خطيرة شوية، وفيها راجل اسمه جون هو المفروض مسافر اجباري عشان شغله، وهو بيكره الطيران والاحتجاز والاماكن المغلقة، ودي وسيلة المواصلات الوحيدة اللي هتوصله لشغله. فحاسس بقلق واضطراب، ومضيفة الطيران لاحظت انه اتأخر جدا في الحمام وخرج لهم بعد ما حاول يهدي نفسه شوية، وعنده قلق بسبب الجو ان الطيارة دي هتعمل حادثة. بس المضيفة
طمنته واديته شوية مهدئات عشان حالته تتحسن، وتقول له حتى بص الطفلة اللي معانا دي هادية ومش خايفة وما تقلقش. ولكن جون لسه قلقان وسمع صوت غريب من الشباك اللي جنبه، ولما يبص يلاقي كائن غريب على جناح الطيارة ويفتكر انه بيتخيل، ولكن يلاقي نفس الكائن بيبوظ في المحرك رقم 1 بتاع الطيارة، وده عن طريق حاجة غريبة انه بيمتص الرعد من السماء وبيوصله للمحرك. صرخ جون والناس كلها حاولت تبص على الوحش الغريب ده بس ما لقوش حاجة، وحسوا بالقلق في وجود جون في وسطهم، وعمال بيقول لهم على الوحش وانه هيوقع الطيارة، والمضيفة راحت تديله المزيد من المهدئات والمسكنات عشان يهدى، وتطلب منه يحاول ينام ويستريح، وحاول يعمل كده وقفل الشباك بتاعه بس سمع صوت غريب من تاني وما قدرش يمنع نفسه يشوف ايه اللي بيحصل. وفجأة شاف الوحش وصرخ للمرة التانية، والناس برضو ما لقوش حاجة، والشرطي جه يحاول يهديه من حالته العصبية، ويتصدم الشرطي لما يلاقي جون عارف بخصوص تعطل المحرك رقم 1، بس الشرطي يقول له الرعد اللي عمل كده، بس مش عارف ان الوحش اللي استخدم الرعد عشان يعمل كده، والطيارة لسه فيها 3 محركات شغالين، وفاضل لنا 20 دقيقة للوصول للمطار، لازم تتماسك لاما هتضطر اربطك. والناس مش عارفة ازاي جون عارف ان المحرك 1 عطل من غير ما كابتن الطيارة او الشرطي يقول لهم. وفجأة الوضع بقى صعب جدا، والتوازن اختل والكهرباء بتضعف، وده بسبب الوحش. فقرر جون يتمالك نفسه ويكسر الازاز ويسرق سلاح ويحاول يقتل الوحش لاما كلهم هيموتوا، ولكن الوحش ما بيتأثرش بالرصاص وكان هيقتل جون، ولكنه شاف ان الطيارة خلاص هتهبط للمطار اللي قرب منها، فالوحش هرب وطار في السماء، والطيارة هبطت بنجاح، وجون اتجنن لما شاف الوحش ومش عارف هل اللي شافه بجد ولا لا. وفريق الاصلاح راح يعين الاضرار في الطياره، واتصدموا لما لقوا ان الاضرار دي مستحيل يكون الرعد هو اللي عملها، دي حاجه اقوى منه هي اللي دمرت المحرك. وساعتها الناس اتصدمت، هل يا ترى الوحش اللي شافه جون كان بجد؟ وجون دلوقتي في عربيه الاسعاف اللي هتوديه لمستشفى المجانين، وهو نجي من الوحش وانقذ الناس، بس هل هو هينجو من سواق العربيه بتاعت الاسعاف اللي هو وحش اصلا بياكل لحوم البشر، وهو جاك اللي كل صديقه ستيوارت في القصة الأولى؟ وشكل كده الوحوش مش هتسيب جون في حاله. ودي كانت القصة الثالثة. اما القصة الرابعة هي عند احد الكازينوهات في امريكا، وبيوصل لها راجل حظه وحش جدا واسمه بيل، خسر الترقية في شغله وراحت لواحد تاني بسبب الواسطة، وهو كان احسن منه بكتير، وراح بيل لاصحابه تيري ولاري يفضفض لهم، بس حس ان كلامه معاهم مش مفيد فاتضايق وقعد يزعق وسابهم وخرج من الكازينو. والغريبة انه لما خرج لقى نفسه في مدينة المانية مش امريكية زي ما كان متخيل، لا كمان على حظه الوحش انه رجع لألمانيا زمن الحرب، والشرطة جت ولما حست انه مش ألماني قرروا يلعبوا معاه لعبة المطاردة، وهيضربوا عليه نار ويحاولوا يصطادوه واصابوه في دراعه، بس هو نجح يهرب منهم ودخل مبنى قديم يحتمي فيه ويحاول يلاقي حد يعالج اصاباته. والكارثة انه تحول من عصر الحرب الألماني لعصر عبدة الشياطين اللي قبضوا عليه عشان يقدموه للشيطان، ومش عارف بيل ايه اللي بيحصل معاه ده، بس نجح يهرب منهم برضه ونط في المية للاحتمال. بس فجأة لقى نفسه رجع لأيام الحرب في فيتنام وما بقاش مصدق نفسه، وهرب من الجنود ولقى نفسه رجع لمقر القاعدة العسكرية الرئيسي في ألمانيا زمان، وطبعا استغربوا هو ازاي دخل هنا واعتبروه دخيل وجري وقبضوا عليه وهيودوه للمحاكمة او الاعدام ايهما اقرب. الكارثة انه هو في السجن شاف اصدقائه تيري ولاري خارجين من الكازينو في امريكا زي ما هو المفروض يكون خرج زيهم، وعمال بينادي عليهم بس هم مش سامعين عينه خالص، ومش عارف بيل ايه البؤس اللي عايش فيه ده، يوم لما يتنقل بين الازمنة هيتنقل لازمنة الحروب وعبدة الشياطين، وفي الاخر يتقبض عليه وما يعرفش يرجع لبيته من تاني. ودي كانت القصة الرابعة. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.